يلا شباب وصبايا من الإمارات وإسرائيل والبحرين والمغرب عم يشتغلوا ويتعاونوا مع بعض لنشر ثقافة السلام والتعايش والتعاون المشترك بين كل الشعوب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن منظمة اسم على مسمى شراكة. تعالوا نعرفكم عليها أكثر. يلا We ready? كيفك عمر؟ كيفك لورينا؟ هاي فاطمة. هاي دان. كيفك شما؟ فريندز. زين. انولدت في عائلة very open-minded، منفتحة جداً، علموني على تقبل الآخر منذ الصغر. فلما صار موضوع الإبراهيم ككرد كنت سعيدة بالموضوع إنه شيء مستحيل صار الحين possible. أنا المدير للعلاقات الدولي في شراكة، وأنا كاتب. أنا من إسرائيل، أنا يهودي من إسرائيل، وأنا بحكي شوي عربي. And that's why we're gonna switch to English. The organization was born after the Abraham Accords. And Sharaka, of course, to all our listeners, they know, to our non-Arabic speaking listeners, it means cooperation, it means partnership. And we realized Israelis, Emiratis, Bahrainis, and others who live in the UAE, that if we don't come together and translate this down to the people-to-people level, okay, it's not going to go anywhere. طبعاً أنت كتير نشيطة على السوشيال ميديا. احكي لي على عملك، على عم تقومي فيه، وانطباعاتك لحد الآن طبعاً مع منظمة شراكة. عربية إسرائيلية. انضميت لشراكة أسبوع بعد اتفاقيات السلام، كنت واحدة من أول الأشخاص اللي نظموا مؤسسة شراكة. هدفنا الكبير هو تقريب الشعوب أكثر، القادة من دول الخليج لإسرائيل يتعرفوا أكثر على إسرائيل وعلى الحياة في إسرائيل. قبل ما أعلن الاتفاقية إبراهيم العام الطاف، أنا كثير كنت متحمس عن هذه الاتفاقية، وكنت أطلع على السوشيال ميديا وأتكلم عنه وأغرد وكذا وهذا. فبعدين كثير من المجلات وجرايد وقنوات يتصلون فيه ويسألوني. طبعاً أنا قلت لهم أنا صراحة فخور بدولة الإمارات العربية المتحدة إنهم خذوا الخطوة الأولى في عملية السلام مع دولة إسرائيل، وإن شاء الله هذا بيفتح أبواب للدول الأخرى في المنطقة. عم تعمل نشاطات حتى مع منظمة شراكة. أنا انضميت لشراكة ريسنتلي، ولكن أنا صار لي في هذا المجال تقريبا 15 سنة. بديت بالرسم والفن التشكيلي لتمثيل الهويات الأقلية للمنطقة، سواء من الأمازيغ أو اليهود، وخصوصا الناس الموجودة في هذا التقاطع. يعني لما تكون أنت أمازيغي ويهودي ومرأة، مين بيحكي قصتك؟ We needed to have a strong platform as possible so that it becomes real, it becomes normal, like the way we were meant to live together, and like the way Jews and Muslims and Christians and Arabs and Kurds and Armenians and everyone in the region traditionally has lived together. الناس ملت من الحروبات، ملت من الصراعات، الناس بدها تتعرف أكثر وأكثر على شعوب جديدة، على ناس جديدة. أنا بحكي عن حالي شخصياً، ثلاث أسابيع بعد اتفاقيات السلام زرت دبي، ومن يومها عندي حب مش طبيعي لهذا المحل يعني. طبعاً أول وفد كان إماراتي بحريني، لأن كان جميل أن الشباب البحرينيين والإماراتيين يروحون مع بعض إسرائيل. ما تعرفي شنو راح ممكن تواجهين هناك. أول ما وصلنا وشفنا ترحاب الناس، ترحيبهم لنا يعاملونا كأنه مو أشخاص غرباء. الناس كانوا لطيفين جداً، حسسونا أن احنا we're just home. Culture, the food, the way people interact with each other. Most of our families, I don't know if people know this, across the region, but over half of Israelis' families just one, two, three generations ago came from all over the Middle East. My family came from Iraq. What are your hopes right now? My hopes is that this just gains more and more momentum. And so, you know, I think the Abraham Accords, I think the UAE and Bahrain and Morocco, these were brave steps, and we need to be very much aware and grateful of it. These were brave steps by the leadership and by the people. And now everyone else around the region, from Syria and Lebanon, okay, and Saudi, and from all over, are saying, oh, maybe we can do this now. بدنا نصنع طريق جديد، نشق طريق جديد. بتأمل إنه الإشي كمان يساعد في إنه بعد دول تنضم لاتفاقيات السلام، وهاي فقط البداية. التحدي وهو إن هذا التعايش يصير
حقيقة في كل يوم. بالنسبة لي، من كان يتوقع أنه ممكن نكون في جلسة مثل هذه قبل سنة أو سنتين؟ فأحس الأمل يبدأ فينا وإن شاء الله يبدأ في كل الناس. يلا.